بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سؤال الأجيال دايما لماذا الصليب؟ دايما بيسأل الناس ليه سيد المسيح مات بالطريقة المهينة دي؟ ما كان ممكن يموت بأي طريقة، مش هو هيموت بدلنا نيابة عننا فداء لنا؟ طب ما يموت بأي طريقة تاني. لكن الحقيقة كان لازم الصليب لأسباب كتيرة جدا. واحد في النبوات ملعون كل من علق على خشبة، فهنا سيد المسيح حمل اللعنة بتاعتنا. فاكرين كلنا لما آدم سقط ربنا قال له ملعون الأرض بسببك. اللعنة دي اللي حلت على البشرية كان لازم واحد يشيلها، والواحد ده ما يكونش غير إله متجسد. لكن اللعنة دي تتحقق بالفداء بالصليب، ملعون كل من علق على خشبة، فحمل لعنتنا زي ما حمل خطايانا. ده السبب الأول لماذا الصليب، كمان لأن الصليب تتميم لنبوات لا حصر لها، لا حصر لها، بدءا من تكوين واحد لغاية آخر سفر في العهد القديم. هنلاقي خيط بيسموه الخيط القرمزي، يعني الأحمر، اللي بيتخلل كل صفحات العهد القديم، على أساس أن الصليب كان وعد في العهد القديم أن المسيح هيفدينا على الصليب، وبالطريقة دي نخلص. فطبعا كان لازم هذا اللون الأحمر يجي، وما بيجيش إلا عن طريق الصليب، لما السيد المسيح سفك دمه من أجلنا على عود الصليب. كمان رموز كتيرة جدا في العهد القديم كانت بتشير للصليب. الشجرة اللي اترمت في المية المرة وبقت حلوة، ما كانت خشبة الصليب. النبوات الكتيرة والشخصيات الكتيرة والرموز الكتيرة، الحية النحاسية اللي علقت وارتفعت، وكان كل اللي تلدغه الحية يبص للحية النحاسية فيبرأ. ما كان هو رمز للصليب، ان اللي يبص للمسيح ويؤمن به يبرأ من سم الخطية. النبوات اللي لا حصر لها وبهمها، يعني مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. الناس بقت إيه؟ مين ده اللي مجروح؟ مين ده اللي مسحوق؟ مين ده اللي رذل من البشر؟ نكتشف بعد كده أن ده كان ما تم في الفداء وفي رب المجد يسوع المسيح. فالصليب تتميم لنبوات كثيرة جدا. شجرة الحياة اللي يأكل منها يعيش إلى الأبد كانت إشارة للصليب، للمسيح، شجرة الحياة اللي بتعطينا حياة أبدية. فنبوات لا حصر لها في العهد القديم بتتخلل كل الأصفار وكل الأصحاحات في صور متنوعة. الذبائح بقى، ودي حدوتة كبيرة قوي، نلاقي حاجة زي ذبيحة الخطية، اللي يعمل خطية يجيب ذبيحة يحط إيده على رأس الذبيحة تموت بداله، ما كانت رمز للصليب، وكان لازم يسفك دمها ويدخل دمها للأقداس. ذبيحة الإثم، لو واحد يغلط في حق ربنا بقى مش في حق البشر، اسمها ذبيحة إثم، برضو نفس القصة، يسفك دمها. ذبائح السلامة، اللي يرجع من سفر وربنا أكرمه بحاجة يقدم ذبيحة، كله كان فيه الدم، لأن الدم هو الحياة، والله أعطانا حياته بتجسده وصلبه وفدائه لنا على عود الصليب. قصة طويلة هناخدها حلقة حلقة إن شاء الله، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.